رقم تي في. تحدثنا سابقاً عن الجيل الثاني لهاتف جالكسي A7، واليوم نستعرض لكم الجيل الثاني من A5. هاتف A5 مصنوع من هيكل معدني وسمكته قليلة مع 7.3 ملم، وزنه 155 جرام، ويعمل بنظام أندرويد لوليبوب. الشاشة بمقاس 5.2 إنش بدقة Full HD من نوع سوبر أموليد، وتحتل الشاشة مساحة 71% من حجم الهاتف الكلي وبحواف منحنية. ولم تعلن سامسونج عن نوعية زجاج الحماية الخاص بهذا الهاتف. يعمل الهاتف بمعالج 8 نواة بتردد 1.6 جيجا هرتز، ولم تعلن سامسونج عن نوعية المعالج. أما الرام بحجم 2 جيجا بايت، وذاكرة داخلية بحجم 16 جيجا بايت قابلة للتوسيع عن طريق منفذ الذاكرة الخارجية مايكرو اس دي حتى 128 جيجا بايت. الكاميرا الخلفية بدقة 13 ميجا بكسل، والأمامية بدقة 5 ميجا بكسل مع دعم لتقنية تثبيت الصور OIS. كما يحتوي الهاتف على مستشعر بصمة يعمل باللمس، ويدعم أيضا خدمة الدفع الإلكترونية الخاصة بسامسونج سامسونج باي. البطارية ساعتها 2900 ميلي أمبير غير قابلة للإزالة، ولا معلومات إذا كانت تدعم الشحن اللاسلكية أو السريع. سعر الهاتف A5 سيكون حوالي 400 دولار، وسيتم طرحه في منتصف شهر ديسمبر الجاري في الصين، كما سيتم إصداره أيضا في أوروبا خلال شهر يناير القادم، ليتم بعد ذلك إصداره في جميع أنحاء العالم. ويظهر لنا أن الهاتف مواصفاته متوسطة، لكن سعره مرتفع قليلا مقارنة مع مواصفاته.